مرحبا رفاء، أهلا وسهلا سيد. اليوم معلمنا سوف يحدثنا عن درس جديد في الوحدة الخامسة، معادلة الدرجة الثانية. نعم، فأنا متشوق جدا لدرس اليوم. إذا هيا بنا إلى الفصل فرن جرس الحصة. مرحبا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد في مادة الرياضيات لطلاب وطالبات الصف الثالث المرحلة المتوسطة. إن شاء الله سوف نبدأ أول حصصنا في الوحدة الخامسة تحت عنوان معادلة الدرجة الثانية، إعداد وتقديم أستاذ الطاهر فيزياء رياضيات. بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. تمهيد. تأملي المعادلات جيداً. لدينا المعادلة س زائد ص ناقص 5 تساوي الصفر. هذه المعادلة سبق وأن تعرفنا عليها في الوحدة الثالثة، المستوى الديكارتي والمعادلات الآنية. فهي معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين هما س وص، أكبر أس للمتغير س وللمتغير ص الواحد الصحيح. إذن تسمى هذه المعادلة معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين هما س وص. لكن تأملي هذه المعادلة، معادلة احتوت على مجهول واحد، أكبر أس للمجهول هو 2. إذن ماذا نسمي هذه المعادلة في هذه الحالة؟ هذه المعادلة تسمى بمعادلة الدرجة الثانية ذات مجهول واحد وهو السين. لاحظ للمجهول سين أكبر أس في هذه المعادلة هو 2. إذن سين تربيع زائد 5 سين زائد 6 تساوي الصفر. هذه المعادلة معادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد وهو السين. لاحظي لمعامل سين تربيع. معامل سين تربيع في هذه المعادلة هو الواحد الصحيح، بينما معامل سين في هذه المعادلة هو العدد 5. والحد الثابت أي الحد المطلق أي الحد الخالي من سين هو 6. تعالوا مع بعض نرمز لمعامل س تربيع بألف، ونرمز لمعامل س بباء، ونرمز للحد المطلق أي الحد الثابت أي الحد الخالي من س بالرمز جيم. تصبح المعادلة في الصورة ألف س تربيع زائد باء س زائد جيم تساوي الصفر. إذن نستطيع أن نسمي ألف بمعامل س تربيع، ونسمي ب بمعامل س، ونسمي ج بالحد المطلق. إذن المعادلة كتبت على هذه الصورة العامة. إذن الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية هي ألف س تربيع زائد ب س زائد ج تساوي الصفر، شرطا ألف لا يساوي الصفر. إذن مما سبق نستطيع أن نقول درسنا لهذا اليوم
تحت عنوان الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية. عرض الدرس: الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية هي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي الصفر، حيث ألف لا يساوي الصفر، وألف وباء وجيم كميات معلومة، وسين هو المجهول في هذه المعادلة، حيث ألف يسمى معامل سين تربيع، وباء يسمى معامل سين، وجيم يسمى بالحد المطلق. مثال: أكتب معامل سين تربيع ومعامل سين والحد المطلق للمعادلات الآتية: المعادلة الأولى 2 سين تربيع زائد سين ناقص 1 تساوي الصفر. المعادلة الثانية نص سين تربيع ناقص 5 سين زائد 3 تساوي الصفر. المعادلة الثالثة 1 زائد سين زائد سين تربيع تساوي الصفر. تعالوا مع بعض نكتب كل من معامل سين تربيع ومعامل سين والحد المطلق في المعادلات الثلاث المضت، لكن تعالوا نعمل جدول خفيف نسمي العمود ده بمعامل سين تربيع والعمود ده بمعامل سين والعمود الأخير بالحد المطلق. معامل سين تربيع في المعادلة الأولى 2، إذن هنجاوب معامل سين تربيع 2. معامل سين في المعادلة الأولى هو الواحد الصحيح، لأن واحد في سين الناتج سين، ولاحظ للإشارة يمين السين بالموجب. لو الإشارة دي كان بالسالب كان بنقول معامل سين سالب واحد، لكن طالما الإشارة موجب إذن معامل سين هيكون الواحد الصحيح. لاحظ للحد المطلق عبارة عن سالب واحد، إذن لو سألونا من الحد المطلق نشيل بإشارته هنقول الحد المطلق سالب واحد. تعالوا نشوف المعادلة الثانية نص سين تربيع ناقص 5 سين زائد 3 تساوي الصفر. معامل سين تربيع نص معامل سين سالب 5، بينما الحد المطلق أي الحد الثابت أي الحد الخالي من سين 3. المعادلة الثالثة معامل سين تربيع الواحد الصحيح، معامل سين الواحد الصحيح الحد المطلق أي الحد الخالي من سين أيضا الواحد الصحيح. مثال: ضع المعادلات الآتية في الصورة العامة: سين تربيع زائد 5 سين تساوي سالب 4. نلاحظ أن هذه المعادلة غير موضوعة في الصورة العامة. تعال جيب سالب 4 للطرف الأيمن هتمشي بالموجب، إذن المعادلة هتصبح سين تربيع زائد 5 سين زائد 4 تساوي الصفر. ضع المعادلة سين تربيع ناقص 5 سين تساوي سالب 6 في الصورة العامة: العدد 6 في الطرف الأيسر بالسالب، امشي الطرف الأيمن بالموجب، إذن المعادلة هتصبح سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6 تساوي الصفر. ضع المعادلة 3 سين زائد سين تربيع تساوي 10 في الصورة العامة: العشرة في الطرف الأيسر بالموجب، تجد الطرف الأيمن بالسالب، وممكن نرتب 3 سين تجي محل السين تربيع، والسين تربيع تجي محل 3 سين، إذن تصبح المعادلة سين تربيع زائد 3 سين ناقص 10 تساوي الصفر،
إذن كده كتبنا المعادلة 3 سين زائد سين تربيع تساوي العشرة في الصورة العامة، وهي سين تربيع زائد 3 سين ناقص عشرة تساوي الصفر. انت يا شاطر وانت يا شاطرة وروني معامل سين تربيع يساوي الكم، ومعامل سين يساوي كم، والحد المطلق يساوي كم. تعالوا مع بعض نتكلم ونتعرف على مفهوم مجموعة حل معادلة الدرجة الثانية. تمهيد: إذا كان ألف في ب تساوي الصفر، وألف وب تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، هذا يعني أنه إما الألف تساوي الصفر ليكون ألف في ب يساوي الصفر، أو غيمة ب تساوي الصفر ليكون ألف في ب يساوي الصفر، أو غيمتي ألف وب متساويتان وكل منهما يساوي الصفر. إذا كان ألف في ب يساوي الصفر، هذا يعني إما الألف فقط تساوي الصفر، أو الب فقط تساوي الصفر، أو الألف والب متساويان وغيمة كل منهما تساوي الصفر، ليصبح المقدار ألف في ب يساوي الصفر. إذن طلابي وطالباتي، بصورة عامة إذا حللنا أي مقدار جبري يكفي أن يكون أحد عوامله يساوي صفرا لتكون قيمة المقدار الجبري تساوي الصفر. ففي هذا المثال يكفي أن تكون ألف تساوي الصفر فقط، أو يكفي أن تكون الباء تساوي الصفر فقط، أو قيمة الألف تساوي قيمة الباء، وكل منهما يساويان الصفر. أيضا إذا كان سين زائد 3 تساوي الصفر، وسين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، تعالوا مع بعض نعرف قيمة سين. سين بتساوي كم عشان تكون قيمة سين زائد 3 تساوي الصفر؟ ممكن نودي الثلاثة في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، هتمشي بالسالب. كانت بالموجب، هتمشي بالسالب. إذن قيمة سين تساوي سالب 3. إذن لما نقول سالب 3 زائد 3، فعلا الناتج يساوي صفر. إذن بنقول مجموعة الحل للمعادلة سين زائد 3 تساوي الصفر هي المجموعة التي تحتوي على العنصر سالب 3. إذن لو عوضنا بدلا عن سين بسالب 3، نجد أن سالب 3 زائد 3 تساوي الصفر. إذن تعرفنا على مجموعة الحل للمعادلة سين زائد 3 تساوي الصفر. الآن ما مجموعة الحل للمعادلة سين زائد 1 ضرب سين ناقص 3 تساوي الصفر؟ نستنتج مما سبق أنه إما سين زائد 1 تساوي الصفر، ومنها سين تساوي سالب 1، أو سين ناقص 3 تساوي الصفر، ومنها سين تساوي 3. إذن نستطيع أن نقول مجموعة الحل تساوي المجموعة التي تحتوي على العنصر سالب 1 اتحاد المجموعة التي تحتوي على العنصر 3، أي مجموعة الحل هتساوي المجموعة التي تحتوي على العنصر سالب 1 و 3.
إذن لنجد مجموعة الحل للمعادلة سين زائد واحد ضرب سين ناقص ثلاثة تساوي الصفر، إما سين زائد واحد تساوي الصفر أو سين ناقص ثلاثة تساوي الصفر. فإذا عوضنا بدلا عن سين بسالب واحد نجد أن سالب واحد زائد واحد الناتج صفر، وصفر في أي مقدار الناتج صفر، أو إذا كان سين تساوي ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي الصفر، وأي مقدار في الصفر الناتج صفر. إذن مجموعة الحل مجموعة تحتوي على العنصر سالب واحد وثلاثة فقط. تعالوا مع بعض نتذكر القواعد اللي بنتبعها في تحليل أي معادلة. إذا كان الحد المطلق بالموجب فإن نوع الإشارات متشابهات، متشابهات موجب موجب أم سالب سالب بيحكمني الحد الأوسط. إذا كان الحد الأوسط موجب معناه إشارة الأقواس هتكون موجب موجب، أي العدد الأكبر موجب والعدد الأصغر موجب. وإذا كان الحد الأوسط سالب تصبح إشارة الأقواس سالب سالب، والعدد الأكبر سالب والعدد الأصغر سالب. أما إذا كان الحد المطلق سالب تصبح الإشارات مختلفات مختلفات، ويأخذ العدد الأكبر إشارة الحد الأوسط. إذا كان الحد الأوسط موجب فإن العدد الأكبر موجب، وبالتالي العدد الأصغر يكون سالب. أما إذا كان الحد الأوسط بالسالب يصبح العدد الأكبر إشارته سالب، بينما العدد الأصغر تكون إشارته بالموجب. احفظوا لي الجدول ده وتعالوا مع بعض ناخد مثال في مجموعة الحل لمعادلة الدرجة الثانية. جد مجموعة الحل للمعادلات إذا كان المجهول سين ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة. المعادلة الأولى سين تربيع زائد خمسة سين زائد أربعة تساوي الصفر. لاحظ إشارة الحد المطلق بالموجب، إذا نوع الإشارات متشابهات، موجب موجب أم سالب سالب بيحكمني الحد الأوسط. الحد الأوسط موجب معناه الإشارات هتكون موجب موجب. إذا نعمل الأقواس بتاعتنا بالطريقة دي، سين زائد كم سين زائد كم، عددان حاصل ضربهما أربعة حاصل جمعهما خمسة، هما واحد وأربعة. الواحد لما نضربه في أربعة بيدينا أربعة، والواحد لما نضيف لأربعة بيدينا خمسة. إذن حللنا سين تربيع زائد خمسة سين زائد أربعة تساوي الصفر إلى العاملان سين زائد واحد وسين زائد أربعة. نستنتج إما العامل سين زائد واحد يساوي الصفر ومنها سين تساوي سالب واحد، أو سين زائد أربعة تساوي الصفر ومنها سين تساوي سالب أربعة. إذن مجموعة الحل تساوي المجموعة التي عناصرها سالب واحد وسالب أربعة. تعالوا مع بعض نجد مجموعة الحل للمعادلة سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة. لاحظ للحد المطلق بالموجب، إذن الإشارات متشابهة، سالب سالب أم موجب موجب بيحكمني الحد الأوسط. الحد الأوسط بالسالب إذن الإشارات هتكون سالب سالب. سين ناقص كم سين ناقص كم، نشوف عددان حاصل ضربهما موجب ستة حاصل جمعهما سالب خمسة. العددان أكيد سالب ثلاثة وسالب اثنين، سالب ثلاثة في سالب اثنين بموجب ستة،
سالب 3 زائد سالب 2 بسالب 5. إذا نستنتج إما س ناقص 3 تساوي الصفر، ومنها س تساوي موجب 3، أو س ناقص 2 تساوي الصفر، ومنها س تساوي 2. إذا مجموعة الحل تساوي المجموعة التي عناصرها 3 و 2. تعالوا مع بعض نأخذ مثال آخر، وهو جد مجموعة الحل للمعادلة س تربيع زائد 3 س ناقص 10 تساوي الصفر. لاحظ للحد المطلق، الحد المطلق بالسالب، إذن الإشارات هتكون مختلفة، ويأخذ العدد الأكبر إشارة الحد الأوسط. إذن العدد الأكبر هتكون إشارته بالموجب. إذن الأقواس هتكون بالطريقة دي، سين زائد سين ناقص، عددان حاصل ضربهما سالب 10، حاصل جمعهما موجب 3. العددان هما 5 وسالب 2. 5 في سالب 2 الناتج سالب 10، وخمسة زائد سالب 2 الناتج موجب 3. لاحظ للعدد الأكبر 5 أخذ إشارة الحد الأوسط، بينما العدد الأصغر 2 أخذ الإشارة السالبة. إذا نستنتج إما سين زائد 5 تساوي الصفر، ومنها سين تساوي سالب 5، أو سين ناقص 2 تساوي الصفر، ومنها سين تساوي 2. إذن مجموعة الحل تساوي المجموعة التي عناصرها سالب 5 و2. كانت حصة رائعة، فأنا فهمت الدرس جيدا، وأنا كذلك. شكرا أستاذ الطاهر. تمرين. ختاما، تعلم فليس المرء يولد عالما. أستاذ الطاهر، فيزياء رياضيات.